شفت الحكايه يا اختي ايزي ازاي؟ ايزي ايزي يا عزيزي، انما ما قلتليش يا بنت انت جايبه المواهب دي كلها منين؟ ده انت ولا تحيه كاريوكا. سيك سيك سيك. بعد ما عندكم يا اختي. دنيا عزام بيه مستنيكي في الصاله انت وقريبتك. حالا يا برع. حكايه انا عايزك انت وقريبتك في الصاله دي كمان يا دنيا. ايه في ايه عادي؟ دنيا انا سالتك قبل كده على موضوع الشغل ده وانت قلتيلي. اسمعي بقى يا ست البنات وعايزك تركزي معايا كويس. عزام بيه ده صاحب المحل، يعني الكل في الكل هنا، عايزاكي تكسبيه تاخديه في صفك كده اهوت، واي حاجه يقولك عليها نفذيها عشان تاكلي المام يا حلوه، يا اما بقى هيقولك سك 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 مع السلامه. فهماني؟ طب يعني هو عايزنا ننزل الصاله نعمل ايه يعني؟ مش فاهم. يعني هنعمل ايه يا فقيقه؟ هنتكلم معاهم شويه، نلاقيهم، نضحك معاهم. ما انت كنت شغاله في كافيتيريا وعارفه يعني شغل الزبائن ازاي. يعني هو الكلام على هزار وشويه ضحك بس مش اكتر. ايوه يا اختي مش اكتر. بصي بقى يا دعاء عشان خاطر يا اختي ركزي، زي ما قلت لك كده اكسبي عزام، عشان لو كسبتيه هتكسبي كتير كتير قوي. العملية الكبيرة بكرة، أول بضاعة ما توصل لك يا رشوان تشحنها على طول عند عنتر، وأنا هتصل وأبلغ الموزعين. أنا جاهز جاهز. أنا والبضاعة هتوصل إمتى؟ هتوصل بكرة، بس بكرة إمتى معرفش. خلاص أنا من الصبح بدري هكون في المسقط على أساس إن أنا أجهز كل حاجة. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. بدي اوبر مستكاوي حبيبي. وحشتني قوي 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 يا عنتر بيه. ابعدي. شكرا. اقعد يا دعاء. دعاء لا خلي دعاء هنا جنب رشوان بيه. رشوان بيه معجب بيك قوي. دعاء اقعدي يا حبيبتي. مساء الفل وردي. على فكره يا دودو رشوان بيه معجب براسك قوي، هو اللي طلب انه يتعرف عليكي وتقعدي معانا. كل ذوق. اول نوبه ذوقه يطلع تمام التمام. ما تبطل غلاسه بقى يا بيبي، ده رشوان بيه دايما ذوقه خطير وجميل. خطير وجميل؟ خليك معايا انت، مفيش دعوه برشوان بيه. هو انا اقدر استغنى عنك يا قمر؟ حبيبي ما بتتكلميش ليه يا جميل؟ ما انا بتكلم اهو. ايه الحمد لله نطق ايه؟ يا عنتر يا رشوان خلي بالكوا البنت لسه جديده ما خدتش على الجو بتاعنا. يعني دي بكره ان شاء الله هتصهلل وتولع وتشخلع، مش بعيد كمان تاخد الجو مننا كمان. بقول لهم ايه؟ ما انت يلا بينا نطلع على العوامه اهي نكمل السهره هناك. لا 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 اللي دي مش تنفع. ليه بس يا مفرق الجماعات وهدم الحاجات انت؟ ما انت عارف يا عنتر ان احنا عندنا شغل بكره بدري. وانت عشان تصحى بدري تقوم تنام من المغرب زي الكتاكيت. اوه رايح عنتر في ايه؟ خلاص خلاص يا عنتر خلاص يا رشوان، ليكوا عليا اعمل لكم بكره سهره صباحي في العوامه، وهجيب معايا دنيا ودعاء. اوكي طب يلا يا اخويا بقى اطلب لنا العشاء كده خلينا نروح ننام بدري. من عينيا يا هاني. نزل العشاء هنا البواب. واحدة المخازن كلها لبش حرس وغفر بالعبط. الدخول هنا هيبقى مش سهل يا صاحبي. خلاص مش مهم ندخل لها، نستنى لحد ما هي تطلع لنا. هي مين دي اللي تطلع لنا؟ اصبر على رزقك يا زين اصبر، هفهمك بعدين. اطلع. ماشي يا عم الغموض. ده كشف بأسماء المفرج عنهم بمناسبة المولد النبوي الشريف. محمود عطية سليمان، محمد عبد الله حسنين، سمير بطرس مجلي، أحمد صباح خليل، محمد عصمت محمد، ربيع معوض غنام، محمد خليل محمد، عماد أبو الحسن،
احمد علي تقروري، سعيد حسان عادل، صلاح عبد الله درويش البحر، عاطف عبد المولى، حمدي عبد الحافظ بديع. هو ده؟ هو اتكوا معايا رجالة. الله بركة. يا وحش. ها؟ ايه رأيكم بقى؟ حلو قوي. واسع وبعيد ومحدش يعرف له طريق جرة. وهو ده المطلوب. وده هنعمل فيه ايه ده؟ هتروقه وتنظفه وتخليه على سنجة 10 على قد ما تقدر. وتشيل بقى كل الحاجات دي كده على جنب وتقعد تستنانا هنا بالليل. تقدر؟ ما تقولش الكلمة دي تاني يا حربي. اه طبعا اقدر وقدها وقدود كمان. عفارم عليك يا بركة. يا بركة أنت. طب امسك يا قطر. سندوتشات وماية عشان لو جوعت. ربنا يخليك يا زين، دايما شايل همي كده. يلا هنمشي احنا بقى ونجيلك بالليل. هستناكم، ما تاخروش. قول يا مسهل. مش كنا جبنا له حد يساعده احسن؟ تعمل لحد تاني يبقى معاه؟ بصراحة لا. خلاص بتتكلم في ايه؟ حربي. يا بركة في ايه؟ بقول لك ايه؟ هات أغلى حاجة عندك يا شيخ. هتاخد بالك من نفسك أنت وزين. ده أنا ماليش حد في الدنيا دي بعد ربنا غيركم. طز في الفلوس. طز في اي حاجه في الدنيا، بس المهم ترجعوا لي انا بالسلامه. ده انا بعدكم اموت يا حربي، ما اقدرش اعيش من غيركم يا زين. ايه يا بركه في ايه؟ هنرجع لك ان شاء الله. طب تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. احنا ما نقدرش نعيش من غيرك ولا انا. قول يا رب يا بركه عشان ربنا يسترها معانا. يا رب يا عم زين. يلا حاج. هاي خدمة تاني عم رزق. ايه يا كيمو؟ بقول لك ايه؟ اعمل لي شوية شاي تقيل يعدلوا دماغي. عناية اعملها. لسه مالك مني. السلام عليكم يا رجالة. جاهزين يا عم رزق؟ جاهزين يا عم حربي. النهارده آخر نقلة من المخزن اللي احنا شغالين عليه، بس ربنا يرزق بقى في نقلات تانية بإذن الله. إن شاء الله. يلا بينا رجالة. ربنا يسر طريقك يا ابني. وصلوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في هذا الطعام، اللهم ارزقنا خيرا منه، اللهم اجعلنا نستخدمه في طاعتك يا رب. خير يا معلم رمضان. انا اللي لازم اسالك اشلح في انت. هو في ايه؟ مش فاهم. انا افهمك. من يوم ما الواد حرب خرج من السجن ورجع الحارة وكل عمال يتمحلس له ويمشي في ركابه، حتى انت يا شلحف عملت فيها ذكر، وقفت قصادي قدامها بضايا عمهم اكبر راس في المنطقة دي كلها. فاهم يا لك؟ فاهم يا معلم بضايا. لا، لما المعلم بضايا يكلمك تقوم تقف وانت بتكلمه، مش تكلمه وانت قاعد مجعوز كده. وقف ياض وكلم المعلم عدل. مش صغيرك انت يا جربوع اللي تتكلم معايا؟ دورهم. الشلحف ده اهله مش فاضيين يربوه، وانا فاضي ما ورايش حاجه، يبقى انا لازم اربيك يا شلحف. انت عايز مني ايه؟ حربي بيجيب الخرده منين؟ اللي بينه وبين المعلمه انشراح. ما هو صادق، ما تروح لساني. اسمع يا عم رز، اسمعني كويس. انا روحي بقت في مناخيري منك ومن حربي ومن الدلدول بتاعه اللي اسمه زين، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هينام الا بموتك. فاهم يا شلعب؟ شاي. الكلام اللي بينا
لسه في النفس. وصلوني. اتفضل يا سيدي الناس. وايه العباره يا عم رزق؟ في ايه؟ مفيش هكيمو، هلفط الكلام. خد شايك يا عم رزق. صباحك ورد يا عمنا. صباح الفل. امسك دول. بركه في المخزن؟ ايوه. انتوا ناويين تعملوها النهارده؟ الليله باذن الله. بعد ما تخلص لازم تكلمني تطمني عليكم. ان شاء الله يا معلمه. طب بالاذن احنا بقى عشان ورانا شويه حاجات كده لازم نجهزها قبل ما يخش علينا. طيب اتكلوا على الله. ماشي يلا بينا. ما تنساش تتصل بيا. حاضر يا معلمه. بالاذن. خد هات الحاجات اللي اتفقنا عليها وظبط العربيه وفولها واكشف على الزب مره كمان، انا عايزها افرها الليله. ماشي؟ ماشي. طيب انا اروح احاسب الرجاله وهستناك على القهوه. ما تاخرش. ربنا يسهل لما نشوف اخرتها. برايه يا معلمه. ايه اللي بينك وبين العيال الشلحفات دول؟ خليك في حالك وشوف شغلك ومالكش دعوه بغيرك. يا معلمه ده انا دراعك اليمين، التاريخ كله ابضايا، يعني سرك كله لازم يبقى معايا انا، ولا ايه يا معلمه؟ وانت ما تنساش ان لحم كتفك من خيري، وانا اللي جبتك وانا اللي عملتك واقدر ارجعك تاني مطرح ما انا عايزك. روح شوف شغلك بقى وافرز البضاعه، البضاعه الحلوه اللي جابها المعلم حربي. معلم حربي. ماشي يا برنسيسة. ماشي. واخرتها يا صلاح؟ هنفضل مخطوبين كده لحد امتى؟ ان شاء الله ربنا هيسهل يا ميسة والظروف هتتحسن. طب الفرصه جت لحد عندك عشان خاطر الظروف تتحسن، مستني ايه؟ فرصه؟ فرصه ايه يا ميسة؟ دي خيانه امانه، يعني جريمه، وانا لا يمكن اعمل كده ابدا. ايوه يا صلاح، بس دول 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. ان شاء الله يكونوا مليون يا ميسة، انا مش للبيع. ما هو كمان مش معقوله كل ما اقول لك نتجوز تقولي لما الظروف تتحسن، وهي الفرصة جت قدامك، جت لحد عندك، مستني ايه؟
صلاح، أنا بحبك، بحبك يا صلاح، بحلم باليوم إن نكون في بيت واحد مع بعض. بس إمتى ده يحصل؟ إمتى يا صلاح؟ قريب أوي يا ميس، قريب. إيه في إيه؟ في إيه؟ أنت صلاح درويش البحر؟ آه أنا. أنت مطلوب القبض عليك بتهمة الرشوة وتبديد الأمانة. أنا؟ إني أطالب بأقصى العقوبة، خصوصا وأن مرتكب تلك الجريمة النكراء هو من رجال القانون، المفترض فيهم أن يحمون القانون لا أن ينحوه جانبا لمصلحتهم الشخصية دون نظر لمصلحة المجتمع ومصلحة موكليهم بالذات. إن هذا المحامي المرتشي يجب أن يكون عبرة لغيره ممن باعوا ضميرهم للشيطان بأبخس الأثمان، فهو وصمة عار في جبين المحاماة ورجال القانون. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم صلاح عبدالله درويش البحر بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. حرام حرام والله والله ما والله ما يا حضرة القاضي. ميسة أنا بريء يا ميسة، والله العظيم بريء والله. انساها يا ابني انساها. ميسة كان فرحها الأسبوع اللي فات على عدلي عبد العال المحامي اللي دخلك السجن. معلش يا ابني، هي الدنيا كده، كل حاجة فيها اسم ونصيب، وانت اسمتك جت كده. انساها.